أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. سلام مالكية الشهيد، سلام مالكية الإباء، سلام مالكية الصمود. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بداية أقف قزما أمام سماحة الوالد القائد، سماحة الوالد القائد الذي هتفتم عند مقدمه أو كلما ترونه، لا لأنه قابع في الدراز ويقول لحاشيته لا تدخلوا علي إلا ما تريدون أنتم فسد الأبواب إلا بابه، بل لأنه يعيش معاناتكم، يذوب في آلامكم، يتطلع إلى أحلامكم، فذاب فيكم فذبتم فيه. هذا هو القائد، هذا ما نريد أن نقول. وليسمع من يريد أن تهتف الناس باسمه، أما خوفا أو طمعا ففي الدراز لا توزع الأراضي ولا الأموال ولا الوظائف، ولكنه يوزع الحب، يوزع الألم أن يبعده عنكم، يوزع الأمل أن يحفه فوق رؤوسكم. هذه هي القيادة. وأقول لمن يغيظه هذا الحضور وهذه المحبة، تعلموا، تعلموا الدروس. كيف تجلبون حبا بلا إكراه وبلا تملق؟ إذا أردتم فأنتم قادرون على ذلك، ولكنكم لا تريدون هذا الحب، تريدون حب الدبابة وإرهاب الدبابة وحب العطايا وحب الخوف. هذا لا يوجد عند هذا الشاب. هذا الشاب ونقول لهم الذين يغيظهم هذا الحب، هذه القامة، هذا الشموخ، لا ينازع ملكا، فمن يملك حب هؤلاء أترونه يطمع في كرسي أو منصب؟ لا والله. فحب هؤلاء المؤمنين وقربه إلى الله أحب إليه من الدنيا بما فيها، فلا يغيظكم حضوره، لأنه لا يسعى إلا لخير البحرين ورفعة البحرين ورفعة كل مؤمن ومؤمنة، مواطنا ومواطنة، شيعيا أو سني. هذه هي قيادتنا. سلام على الأرواح الطاهرة، روح الشهيد عبد الرضا أبو حميد وأرواح كل شهداء الوطن. الشهداء وأرواحهم التي صعدت إلى السماء لتزرع في هذا الوطن العزة والكرامة، لتزرع في هذا الوطن الحب، لتزرع في هذا الوطن الرخاء، لتزرع في هذا الوطن الشراكة والعطاء، لتزرع في هذا الوطن الطمأنينة. هم لم يقدموا هذه الدماء ترفا ولا غرورا ولا تهورا، قدموها للبحرين ومن أجل البحرين، البحرين المؤمنة، البحرين المسلمة، ليرتفع دين الله حقا، ولترتفع المواطنة، ولترتفع الشراكة. نعم، هذه الدماء سالت
ليس من أجل المالكية ولا من أجل الدراز ولا من أجل السنابس ولا من أجل كرزكان ولا من أجل سترة الصمود والإباء والثورة والنص، وإنما سالت من أجل كل البحرين، من أجل المحرق والزلاق وهراد وقلالي وسنابس والمنابة والصخير وكل مكان. بالروح والدم نفديك يا بحرين. شهدانا قدموا قصصا، وما أروع هذه القصص، وتضحيات وبسالات، وأيضا أهاليهم قدموا أيضا قصصا في الصبر، وقبل الصبر الإيمان والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى، والعطاء عندما نرى أبا الشهيد عبد الرضا أو زوجته، أو نرى آباء الشهداء وأمهاتهم وأزواجهم وأطفالهم يقولون: اللهم تقرب، اللهم تقبل منا هذا القربان. هذا شعب البحرين، وهذه أسطورات وقصص بارعات من شعب البحرين، وأيضا شهداء البحرين، ومنهم شهيدنا الغالي عبد الرضا أبو حميد، قدم قصصا لمعاناة ومحنة شعب. كيف تعاطى وكيف تعاطت هذه السلطة بمفرداتها المختلفة مع قصة هذا الشهيد الذي قدمها؟ لعل الدكتور عبد الخالق جاء بمفردة من هذه القصص. قصة نظام في مفردة العدل، أن يخرج وزير العدل، أن يخرج بمعنى آخر العدل الرسمي في هذا الوطن، ليريد أن يحاكم من عالج الشهيد، ولعله ذكر الشهيدين عبد الرضا أبو حميد والشهيد علي المؤمن، مع وجود والد الشهيد علي المؤمن وكل الشهداء رحمة الله عليهم، أن الكاذر الطبي يجرم ويحاكم لأنه قتل الشهيدين عنادا ورغبة في تجييش مشاعر المواطنين وتشويه سمعة الوطن والسلطة. هذا هو العدل في البحرين. فهذه قصة من القصص التي رواها الشهيد. أيضا من قصص التي رواها الشهيد كيف أن حقوق الإنسان في البحرين، ووزيرة حقوق الإنسان في البحرين، كيف تتعاطى مع حقوق الإنسان في البحرين بأن يتحول الضحية إلى ظالم إلى مجرم. هذه نظرة حقوق الإنسان في البحرين. وأيضا هذه الوزيرة بما أنها تشرف على الصحة، كيف تتعاطى هذه الوزيرة مع حرمان المواطنين من الوصول إلى الخدمات الطبية، وقبلها الوزير الذي قبلها والذي هتفت الكوادر الطبية بأن يقال هذا الوزير، وانتقاما منهم زجوا في السجون. وكيف تعاملت هذه الوزيرة والوزارة، وأقول مفردة المؤسسة الرسمية، لأنهم كلهم مأمورون سواء كان لديهم وازع نفسي أو حاجات نفسية من حقد وغلو على هذا الشعب، أو إنهم أمروا بذلك، كيف تعاطوا مع هذه الكوادر الطبية؟ بدل أن تكرم تسجن هذه الكوادر الطبية. وكيف تعامل الإعلام في قصة فقط الشهيد عبد الرضا أبو حميد؟ كيف تعاطى الإعلام من تشويه سمعة المواطنين والشرفاء وهذا الشاب؟ هذه بعض قصص حكاها لنا الشهيد وكل الشهداء، لتقول لنا
هذا هو الوطن الذي نعيشه، وهذه هي محنته، وكيف نريد أن نغير في هذا الوطن وليس تغيير هذا الوطن، كيف نغير في هذا الوطن لينتهي من محنته. أخبرتنا قصة الشهيد عبد الرضا بو حميد عن الجيش، وما أدراك ما الجيش؟ الجيش الذي هتفتم بعد الخميس الدامي يا للعجب يا للعجب، أتتذكرون؟ هذه هي قصة عبد الرضا بو حميد مع الجيش، الجيش الذي في كل الدنيا يجب أن يتكون من كل مكونات الشعب ليحمي كل مكونات الشعب، ولكن هذا الجيش، وتقرير السيد بسيوني يقول عن مكونات هذا الجيش، هذا الجيش لم يكن ولن يكون إذا بقى بعقيدته وبتركيبته وبمن يوجهه حماية لهذا الشعب. هذا هو حال البحرين. لذلك من قصة الشهيد، من معاناة الشهيد، ومن معاناة الشهداء، ومن معاناة هذا الوطن، نبعت هذه المطالب التي تطالب، لا أقول بإعادة بناء هذا الوطن في مؤسساته، في إكمال سلطته، في تحسين وضعها، أقول لبناء هذا الوطن في مؤسساته، لأنه لا يوجد مؤسسات إلا شكلية، وهذه المؤسسات مبنية على أساس حماية مجموعة صغيرة من هذا الوطن ومكون صغير من هذا الوطن، وهذا لم يعد مقبولا. عقود عشنا في هذا الوطن نحمل الحب والولاء والتسامح وإعطاء الفرصة تلو الفرصة من بعد الاستقلال وبعد حل المجلس الوطني وبالانتفاضات تلو الانتفاضات وبالتصويت على ميثاق العمل الوطني، ومن كان ينقلب على هذا الشعب وإرادة هذا الشعب غير السلطة، لأنها تعتقد أن الحال سيدوم بهذه العنجهية وبهذه العقلية، نقول لا. ولا ذاك الزمان الذي يرجع هذا الشاب إلى بيته قبل أن يحقق شيئا كبيرا، وهو أنه مصدر السلطات جميعا. فأقولها للشهيد وأقولها لكم ولآباء الشهيد ولسماحة الوالد القائد، قبل أن تقولوا لنا لستم أصحابنا، نحن سنقول لكم لسنا بأصحابكم إن تنازلنا عن أن تكونوا مصدر السلطات في هذا الوطن العزيز، وتفصل كل سلطاته على أساس أن تكونوا أنتم مصدرها، فلا يرتجف لك يا أبا الشهيد علي المؤمن، ولا تخاف ولا تطالبنا ألا نتنازل. نعم، لن نتنازل عن ذلك، وإذا وصلنا إلى ذلك سنقول لكم لسنا بأصحابكم قبل أن تقولوا ذلك لنا. نحن في كل يوم نحتشد، نبعث برسائل حب ومودة، وفي ذات الوقت
نبعث برسائل صمود وعزة، وأننا لا يخيفنا أحد ولا يرهبنا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وأكررها عليكم وأقول أكثر، سماحة الوالد كان يطلب منه في أثناء السلام اللاسلام الوطنية وفي فترة الإرهاب أن يقدم التنازلات، وتأبى هذه القامة إلا أن تقول لا. فهل تعتقدون أنه سيأتي في يوم من الأيام يقول نعم للذلة، يقول نعم للتنازل؟ وتعتقدون أن أبناءه الذين رباهم ممكن أن يقولوا ذلك؟ إنما صمدوا في تلك الأيام العصية. أريد أن أبعث الإطمئنان تلو الإطمئنان أننا لم نتقدم لخدمة هذا الشاب لكي نتنازل، فلا تسمعوا للترهات هنا وهناك. لو كان سيدب فينا خوف أو تراجع لكنا سلمناكم في تلك الأيام العصيبة، ولكن نأبى إلا أن يكون العزة والإباء لشعبنا وإن طال المقام. وإذا كان هناك شهداء تقدمونا فوالله لن نكون أعز منهم في خدمتكم وفي تحقيق مطالبكم. ونقول رسائل الحب، ما نجتمع في أي مكان نريد الإضرار بأحد والهيمنة على أحد وظلم أحد، لأننا قبل كل شيء وبعد كل شيء نخاف الله. لا نريد أن نحول هذا الوطن من طغاة ودكتاتوريين إلى دكتاتوريين وطغاة آخرين، مهما تلونت وتغيرت وتبدلت الأسماء. نريد وطن يرعى حرمة حرمات الله، لا يظلم فيه أحد باجتهاداتنا ما وفقنا الله له. نحن لا نحمل لا حقدا على أحد في هذه الأرض، وحتى الذين يسيئون لنا بجهل نحن نقول لهم كل هذه الدماء وهذه التضحيات سالت من أجلكم ومن أجلنا، من أجل البحرين، من أجل الحق، من أجل العدل. سنكررها ليسمعونا، لعل هناك من يريد لهم ألا يسمعون هذا الكلام. ونقول لكم كل هذا التشويه وهذا التزوير لا حبا فيكم ولا رغبة في العطاء لكم، وإنما حبا في البقاء الاستئثار ونهب هذه الثروات الصغيرة التي لكنها تكفي لكل هذا الشعب. هذه هي العقلية، هي لا تحب السنة ولا تحب الشيعة، ومن يحب السنة أكثر من الشيعة لماذا يجنس؟ يجنس ليأتي بناس يوالونه. وهناك من الشيعة الذين يتقربون إلى الحكام ويعطون أكثر من السنة. الحاكم هنا والسلطة هنا لا تحب أحدا إلا نفسها، إلا عن جهيتها، إلا دكتاتوريتها، إلا التسلط على رقاب العباد. ونحن نقول هذا الزمان ولا الآن جاء زمان الشعوب، وأن الشعوب هي التي تحكم وتدير بلدانها لتقدم أروع صور العطاء، صور الحضارة، صور الإيمان، صور الأخوة، صور التنمية. أرجعوا هذه الأراضي التي تسرقونها، وبالمناسبة كانوا يهددون أهالي المالكية، يعطونهم مرة أرض وثم يحرمونهم منها لعلهم يستكينون أو يهدؤون أو يخافون. وتأبون إلا أن تقولوا لهم هيهات من الدنيا، هيهات من الدنيا، هيهات من الدنيا.
أريد أن أختم بأن هذا الشاب شعب أصيل، حدث عنه التاريخ في عمقه وفي غابره. هذا الشعب لم يأتي من إيران، ولم يأتي من المحمرة، ولم يأتي من الزبارة، ولا أدري إن كان غدا سيقال عنا أننا أتينا من زنجبار. من لديه عقدة في الانتماء الحقيقي لهذا الوطن العزيز عليه أن لا يشوه التاريخ ولا يشوه الحقائق. ونقول كل مطلب هذا الشعب هو أن تكون السلطات بيده، وكما قلت لا ليظلم ولا ليفسد، وإنما ليعم الخير على الجميع. قد يكون اليوم القرار صعبا، قد لا تكون الظروف المحلية والإقليمية والدولية ضاغطة بما فيه الكفاية، ولكن أقول هي فرصة تاريخية، وإذا ذهبت هذه الفرصة التاريخية، وأكرر هذا المقطع في أكثر من لقاء، يمكن أن ما معروض اليوم لن يكون بإمكان أحد أن يعرضه غدا. فأسرعوا قبل أن تتغير الظروف والمعطيات، لأن الشعب باقي، وبصموده باقي، وبإبائه باقي، وباقي الأشياء زائلة، وباقي الأشياء ليست حقيقية. نمد يدنا للحلول التي ترضي الشعب، وفي مقدمتها أنه يكون مصدر السلطات جميعا. ولن نتنازل ولن نتهاون في أن نحقق هذا المطلب طال الزمان أو قصر، مستمرون في ذلك. سنقدم التضحيات، ولدينا اللاءات، لا تنازل، لا سقف للتضحيات، ولا رجوع للوراء بخفيه حنين. رسالة حب ممزوجة بإباء وكرامة وعزة وصمود. نقول باقون، مستمرون، مقدمون للتضحيات حتى يأذن الله وينتصر هذا الشعب ليحقق ما يصبو إليه. منصورين والناصر الله، والحمد لله رب العالمين.